بس 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 لا تعزز لي الله يخليك ماستر مايند. شيء من الممنوعات كلها ممنوعات يا شباب. بوليرو ولا سكيتلز كلها متوفر عند منصور. كل حلقه نسوي دعايه حق منصور واخر شيء يشتري منه بعد. سوري نشتري عنه. الله منصور مسوي لنا بالفن. هذا بوليرو تشيري كولا. هذا الاشياء اللي مقزرها في الدايت شو نسوي بعد؟ هذا اللي موجود. سد بطرك باي شيء زيرو كادري. عم بيلو وديرو. صح والله شكله حرك سوس. عدنا اليوم الضيفين صورهم صور احلى ضيفين. ضيفين عيال البلاد. هذا السويدي. ودياب. ودياب من تو هاي دايز. واليوم بعد هاي داي. فمستانس. هل حلو يوم تكون جاهز من وقت. تكون جاهز من وقت استلم هاي دايز. بتجيب وزنك وردي انت ان شاء الله ايزي. بدياب باقي له كيلو وباقي له 7 ايام على بطولته. بدياب كيلو نزلها في 4 ساعات ايوه. هدوف اوريدي جايب وزنه. فهدوف بعد هاي دي بنتم على هاي ديز. اضمن اللاعب ينزل فل. اضمن اللاعب ينزل نفسيته مرتاحه ما يدخل البطوله وهو منتهي. لا يدخل يقطع ميزانه وهو مرتاح كل شيء تمام. وهذا المطلوب. هذا الحلو في اللونج برابس. رش براب نزل بسرعه 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 مش لصالحك ابدا. انتوا كم 7 دايز شباب؟ 7 دايز اوت. 7 دايز اوت اثنيناتهم بطوله كرغستان تعتبر بطوله اسيا. يشاركون كمنتخب الدنجن اثليت واي اف ام اثليت شهد بودبس بتشارك بعد في نفس البطوله اكسبو عود. هو في فتنس وفي بودي بيلدينج. هي بتشارك فتنس ان شاء الله وان شاء الله نحقق يعني ذهبيات ونحقق مراكز فيها كل المحافل والكاتيجوريز. وبس والله اليوم تريننج دي فول بودي. بنبدا بجهاز قوي جدا جديد. هذا اللي متحط طريل ها الجهاز هذا الوحيد موجود في الميدل ايست. حتى الشركه نفسها سوت لنا بوست فيرست كلاينت فروم ميدل ايست او فيرست كلاينت فروم ذا يو اي. المهم اقوى بندلم سكوات ننتقل عليه ونبدا ان شاء الله حلقتنا اليوم. ليتس جو. ما شاء الله كارم. هذا عمر كارم البستكي من الجونيور بودي بيلدينج اثليتس ناتشرال بودي بيلدينج. شو ان شاء الله متى؟ عقب اسبوعين. عقب اسبوعين ان شاء الله. رغم ابس جهاز سريع بس كونديشننج سم بوينت. طبعا الناتشرالز دوم اقول ناتشرال شوز عندي كذا اثليت بيشارك. عندك سلاح واحد سلاح الكونديشننج. يا تنزل كونديشند وتفوز يا ما في. لا تقول لي ماسكلارتي لا تقول لي فولنس لا تقول لي بطيخ. انزل as conditioned as possible لان هذا الشيء الوحيد اللي بيفرق عن باقي الاتليتس. وعمر ما شاء الله عليه يا ناس. حتى احمد هناك اخوي بيشارك فيرست تايم اور ايفر في العائله الكريمه. ترى احمد اظن من ولد شلوا عن ميزه السوالف ما يسولف. وين صاير؟ ما بس يطبق على ارض الواقع. حتى سافرت يا البرتغال كان رفيق الدرب في البرتغال بطوله البرتغال. مرات انسى انه وياي. احمد طلع سنيكرز في اللود طلع كريمه فرايز طلع رايس كيك بس ينفذ ما شاء الله عليه. على العموم هذا البندلم سكوات. بندلم سكوات من شركه برادتر سترانث. برادتر سترانث شركه سبيشالتي تسوي لك بعض الاجهزه. فمن الاجهزه اللي هي تسويها اظن يمكن ثلاث اجهزه تسوي الجهاز هو برادتر سترانث بندلم. البندلم هذا غير عن باقي البندلمز. شو اللي يفرقه؟ اول شيء الجهاز نفسه وايد ثقيل. فلو تلاحظ بعض البندلمز الشباب يلعبونه يهتز وايد. هذا يهتز ولكن مش بالاهتزاز اللي نفس الاتلانتس وشركه مثلا ارسنال سترينث. الحلو اللي عندنا الباد هنا هذا ادجستبل يتجدم على قدام والباد نفسه هذا يتحرك فوق وتحت بناء على مرونه الكاحل عندك انت. فانت والادجستمنت اللي ترتاح له. زائد انه في بعض الاماكن تقدر تضيف فيها البانز. الحين ليش في وزن هني وفي وزن هناك؟ هاي يسمونها كاونتر ويت. كاونتر ويت بمعنى ان نحن عندنا نفس ما تكلمنا قبل ريزيستنس كيرف. وين في ستيكينج بوينت؟ وين المكان اللي فيه اصعب نحط فيه كاونتر ويت؟ نحن دوم في الـ في الـ في, الـ في السكواد فاريشنز البوزيشن اللي تحت الموفمنت اللي تحت يوم نوصل اخر شيء تحت هني ستيكينج بوينت فصعب. فبالتالي نحط كاونتر ويت. الحين كاونتر ويت مالنا اليوم ما بيكون وزن. بيكون شو؟ بيكون باند. بحكم ان الباند هذا اظني فيه 15 كيلو او 10 كيلو. بحكم ان الباند الريزستنس كيرف ماله يكون انسيابي اكثر عن الوزن. الوزن يكون خلينا نقول نسبيا اسهل. فنحن نبغى شوي نصعب الموضوع اكثر. بنحط تو باندز اللي ما يعادل 20 كيلو
وفي المقابل نحط اوزان العاديه. عندك اماكن البانز، عندك اماكن الكاونتر ويت، عندك ادجستبل بادز. ريدي تو جو ان شاء الله بسم الله. بس ما اعرف بدياب ما شاء الله قديم في اللعبه هذه، اكتب عني بوايد. انا اصلا حقيقه انا ما صنف عمري اصلا في اللعبه هذه، دوي داخل 4 سنوات. بدياب ما شاء الله عليه كان يشارك فيزيك قبل، كان ناتشرال قبل، الحين انتقل مرحلة كبيرة جدا، وانا اعتبر هذا الانجاز الفعلي، انه انتقل من الفيزيك الى بودي بيلدينج. يعني حتى سوى سكيب حق كلاسيك فيزيك، حين يلعب بودي بيلدينج وزن 70. الجميل في الموضوع انه كان يشارك قبل على وزن 64، مرات يزيد 59، الحين بالكاد نحن نقدر نجيب 70، وهذا الشيء يدل على ان نحن فعلا في الاوف سيزون اللي سويناه بنينا فيه كمية عضلات وايد حلوة. شارك بطولة الدبا، الكل اجمع انه بدياب الاول، ولكن في النهاية رياضة تقديرية، الحكم قالوا لا بدياب الثاني. شو النقاط اللي اخذناها؟ قالوا يمكن يقدر ينزل شوي كونديشند اكثر، ناخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار. كفولنس نزل وايد بشكل وايد حلو. معايير بودي بيلدينج تختلف عن معايير تحكيم الفيزيك، فنحن بالتالي اخذنا معيار الفولنس بعين الاعتبار، نزلناه باكثر، يعني خلينا نقول اكثر مرحله فولنس مقابل اكثر مرحله كونديشن، علشان نقدر يعني وي اتشيف ذا بيست اوف تو وورلدز، يعني اتشيف نحصل الافضل من البستانين، اللي هو الفولنس والكونديشننج، اللي هو شيء نقدر نتحكم فيهم في بودي بيلدينج. انا ما اقدر اتحكم بشكل عضلاتك، ولا اقدر اتحكم بالمسل بليز، ولا اقدر اتحكم بولا شيء. اقدر اتحكم بفولنس، واقدر اتحكم كونديشننج. نزلنا بافضل كونديشن وافضل فولنس الى حد ما. سمعنا كلام بعض الناس اللي نحن ناخذ رايهم بعين الاعتبار، منهم صالح المرزوقي ربيع بودياب اللي دوم يشوفه، قال لي العوضي ممتاز الباكج، تكه بسيطه او تكتين بسيطتين في موضوع الكونديشن، الواد يكون خالص. وهذا اللي مسويه هالمره ان شاء الله. الحين الادجستمنت انا ما ادري منو لعب قبلي، فاحتمال اغير بناء عليه. ايه احتمال اغير، انا اشوف كعب ريلي قام تطلع شوي، لازم انزل الباد بعد one more set down. على العموم الحلو في الجهاز هذا يعطيك full knee flexion، افضل كواد موفمنت في العالم بندرم سكوات. ليش؟ full knee flexion، فل الهامسترنج ضارب الكالف بالكامل، عرفت؟ فتطلع وتعطي ريكروتمنت كامل لجميع المسل الفايبرز اللي في الكوارت. هذا الحلو في الجهاز. الحين كان ياس ينسى، يعني ينسى عادي وايد ينسى. لاحظ فل ني فلكشن، تشست فيد الركب بشكل كامل. بس ما قلنا افضل ميزه او افضل شيء انت تركز عليه كمعيار لانك تقول هل هذا التمرين زين حق بناء عضلات الفخذ، اللي هو الني فلكشن. التمرين هذا يعطيك فل 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 ني فلكشن بموفمنت ناتشرال وايد. لو تلاحظ الحركه وايد طبيعيه، وهذا اللي يميز البندرم سكوات عن باقي السكوات فاريشنز. حلو على الظهر كامل. ايوه ظهرك كامل لاصق في الباد. ايه يوم صح يوم ظهرك ما يكون لاصق، فاحتمال يكون في انحناء للعمود الفقري، هذا اللي يسبب الم في السباينال دايركترز، ولا خلينا نقول في اللور باك. فهذا نفس ما قال لك بودياب، ان الباد كامل لاصق على ظهرك ويتحرك وياك، فيخلي يثبت السباين عندك دوم سيده، فما يكون في اي هيب فلكشن او اي هيب اكستنشن، عشان نتفادى اي موفمنت يكون من الجلوتس ولا من الهامسترنج، يكون بيور 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 كوادز. شوف هذا هني حركه كامله ممتاز. الحين وين مسكت الايد؟ هذا شيء راجع لك، تبغى تمسك هني، تبغى تمسك القبضه قدام، هذا شيء راجع لك. شوف شوي بعد تعرف ما شاء الله وايد طويل، لازم ما نحط هذا هني، خلص نحطه تحت. بيعانون الحين. مره طول مثلا. هل المشكلة بس يوم تمرنين صغارية؟ سوري سوري. يا رب توفيقك يا رب. بسم الله. يلا. كمل. ايزي سلو. ليتس جو. Nice.
ايزي بوشر اوكي سوي تندن جديد حق ركبتك ايه؟ ان شاء الله لازم شوف 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 سبورت سبورت ما شاء الله كمان بيس كمان بيس بكون ولا نكون كمان 7 days out push one easy one come on push two easy come on push three yes good come on yes three more Yes, come on! All out, all out, all out, all out. Fight! Give me more, give me more, one more, one more. All out, all out, all out. Yes, yes. Crazy, 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 crazy. Okay. The six pieces I played, I was honestly a struggle. وانا ردي عندي كوادز باكر بعد ف سمارت موف اني اسوي باك اوف سيت احتمال العب 5 بيتس نشوف الوضع كيف حد يلعب ربطات خليك فري حبيبي ها شوف اللي تسوي شوف اللي تسوي ما في شيء في شيء وش تو نطري الماي كوكي ديلر فالشباب انا بعطيه بيها في اللود يعني بعملت كم كنت؟ 3 كوكيز باك ستيج ما حسيت في نفخه ونزلت على الستيج وانا وايد مرتاح يعني كنت بس عقبها ما يبغى يشوف الكوكي خير شلون يقول لوعت جبودهم كوكيز يروح 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 يشوفني 1 كوكيز مره الحين بعدني في الفرق يمكن مره واحده ما اكل كوكيز؟ ايه اقسم بالله انا بس ابغى اخلص والله هذا هو ياكل اللي بخاطري قلت لي كم اون ليتس جو ماستر مايند يمكن ما يبينون وايد ولكن من عيوب هاتف قبل على الستيج ان
الكواد لاينز ما كانت يطلعون وايد، وهذا كان بسبب الماتشورتي ليفل، كان تعبان الكوادز، طورناهم في الاوف سيزون، زائد انه ما كان از كونديشن، ما كان زيرو فات. فانت ما تقدر تقول ان انا سوفت ولا انا فلات الا يوم تتاكد ان انت زيرو فات. فان شاء الله هدفنا نكون زيرو زيرو فات وفل في نفس الوقت، بحيث ان ندز العضله على السكن، السكن يبين فيري نارو. هل هل السبب ان هالمره هو كواد لاينز عنده وايد احسن. اقوى ما نكمل باقي التمارين بيخف البومب على الكوادز، لاينز بيبينون اكثر، بيسوي بوزنج، بتشوفون ان شاء الله. التمرين الثاني بيكون من هذا من نفس الشركه برادر سترونف، عندهم شيء اسمه 3 ان 1 فانكشنال بنش. هذا البنش تقدر تسوي فيه نورديا كيرلز اللي بنسويه الحين، تقدر تسوي فيه بلغارين، وتقدر تسوي فيه سي سي سكوات. اليوم عندنا نورديا كيرلز حق الهامسترنج، حاطين هذا قدامنا عشان الفكره من التمرين هذا الاي سنتريك لود، ان تحمل الجسم يكون اقوى، انت اصلا تكون اقوى في النزول. فنحن نحاول نستغل قوه نزولنا في هذا التمرين بحيث نفعل عضلات اكثر في الاسنتريك. اذا الشخص كان قوي يقدر حتى الكونسنتريك بدون ما يسوي اسيست، بدون ما يدز عمره يطلع فوق، بيكون بيرفكت. فبنحاول اليوم ان شاء الله في الاسنتريك والكونسنتريك ما نستخدم الباد، اذا بغينا نستخدمه اسيستر موجود سبيرتنا ورا ونرد شوي شوي. اتوسط بس. التمرين هذا حاول نفس طريقة البايل، ما بتركز تنزل من تحت وتلف، حاول تسوي ريلك نفس الشيء كأنه باي هني. كير تسوي له كير. كير تحاول كير. تم شاد عليها فلكس وايد وتنزل. انزل ولما تصعد شوي ميل نفس الطريقة. اوكي 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 اوكي. Oh.
arguably the best hamstring gains. Nordia curls. مش طبيعي. Body weight وشي. صور الهامسترينج ورا. Free hamstring. Lengthening position, shortening position. Perfect. Fully hamstring. كل التنشن على الهامسترينج. عادي اسستر كمان. Perfect. ما شاء الله. Come on, one more. All the way. Okay. Perfect. والله. ها؟ Easy. Come on. Progress. PR. Happy PR as well. Come on. No bamboo tree. Pull. يلا الحين بما انك طورت حاول تنزل شوي اكثر. نايس. كم حاول تنزل شوي. تقدر 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 تقدر. Pull. Okay. Good. Come on. These three more. Pull. Perfect. Yes. Shit. Shit. إذا وصل الرجل. اوكي توقفني. لا 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 اوكي. اوكي. لا تلعبون اكس 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 اكس. انت وين طلعت التمارين؟ شو هانسون؟ اوف. اوكي الجهاز هذا غني عن تعريف. او جي انكلاين. هامر سترينث. ما في شيء يعني يونيك عن الجهاز هذا غير انه يعني من افضل الاجهزه في البايوميكانكس انا اشوفها حق ال انك يسمونها ابر باكس وشولدرز فاندلتس. احاول في البدايه الادجستمنت اخلي انه شولدر مالي مع الهاندل هذا. احاول شوي ما اخلي السيدنج مالي وايد سيده. احاول اسوي شوي ارتش بحيث اني اقدر اسوي فول ستراتش حق الابر باكس وبس والله. الهاندل يعطيك الاينمنت بيرفكت مع الابر باكس. هم 3 انكلاين تشست ماشينز بالنسبه لي الاقوى. برايم برايم فتنس او سترايف بس هذا للحين ما جبته. ابغى اجيبه بدال السايبكس ادفانس. الهامسترنت موجود والفلكس برفورمنس من اقوى اجهزه الانكلاين بعد موجوده بعد. الحين هذا في العرض بهالطريقه بحكم انه اريح له بيرسونال بريفرنس. هل في افضليه؟ لا، هو يحس ان الابر باكس بالنسبه له شيء افضل. توكل على الله. نفس ما قلنا يا شباب عالم التريننج نفس ما قال عبد الله الصافي بعد يعتبر عالم انفنت، عالم بعده مش ناضج، كل يوم الثاني في دراسه جديده. مو بنفس التغذية، التغذية عرفنا خلاص، تبغى تكبر كل في فرض السعرات، تبغى تنزل وزنك كل في عجز السعرات، تبغى تثبت وزنك كل عتبات السعرات، هذه قاعدة ثيرموديناميك اتفق عليها العلماء من سنين خلاص انتهت، عرفت؟ في اختلافات بسيطة في الكارب والفات والبروتين انتيك هذا عادي تستوي، لكن في التمارين كل يوم والثاني فيه دراسة جديدة، فأنت تاخذ من الدراسات وتطبقها على أرض الواقع، تشوف شو يناسبك وتمشي على بيرسونال بريفرنس. صور عدوى دراجون. اوكي. ادوارد كاكبو. اولي! جني! هني الجينز. الجينز مو في هذا، الجينز في هذا. على الانكرمنتال بروجريس.
6 reps, also green failure. انا من الناس اللي يعني ما كنت اقتنعت في التيمبو مالهم ولا وات ايفر يسمونها في البودي، يعني تعودنا على السوبر ست على الدروب ست. انا من ما بديت جربت اوكي في اشياء تطورت فيني الحمد لله اللهم لك الحمد، لكن تمرين سوري لا تقولي جاينت ست لا تقولي سوبر ست، اقسم بالله هالويع مو بقادر اوصفه والله العظيم. في ناس ما تقتنع، ابغى اجرب الناس بس جرب، ما بتكلم بس جرب. وحش الله ما شاء الله تعجبني تعجبني فل فوكس فل رينج بيجنس ادري. الحين لومبار لاتس اللولات في النص الموشن مال يكون بهاي الطريقه نفس ما قلنا قبل، الياك لاتس فروم اب تو بوتوم من فوق لتحت، لومبار لاتس حركه هوريزونتال سيده، ثراسك لاتس اللي يكون من تحت لفوق، بس اوريدي ثراسك لات يتحرك مع كل الابر باك موفمنتس مع التي بار رو مع السيدد كيبل مع مثلا خلينا نقول اي رو موفمنت، فما له داعي نحرك الثراسك بذاك الزود، فاللي علينا نحركه كتمرين عزل الالياك واللمبر. هذا هو بالضبط، ايوه هذا هو عندنا هي الالياك اللات من تحت لا تنتقل لين فوق. نحن المنطقة اللي في النص. لامبر يس. لاحظ فول ستريتش لات بيك انتراكشن. فول ستريتش لات بيك انتراكشن. في بعض الأجهزة اللي نقدر نسويها، نقدر نلعب على السايبكس اللي هناك، نقدر نلعب على السيت، ولكن اليوم ما هو التغيير يعني بس ما أعرف. بيرفكت. Thank you.
نصور له دز شوي له. المهم يا شباب عندنا رير دلتس اكتاف خلفيه في كتاب منو هانزلمان تعلمت ان اكتاف خلفيه ما تشتغل بهذه الطريقه قبل كنا نلعب هذا الاكتاف الخلفيه تشتغل بهذه الطريقه فنحن دوم في اي تمرين نسوي ان ماشي تحرك الالياف فمن نلعبها نفس ما كنا نلعب تحت بهي الطريقه ولكن بنلعبها مره بكيبل على شكل اكس هذا فول ستريتش كانك تسوي حركه رونالدو اللي ما داني شيء بالضبط بالضبط ما في اي فرق ليتس جو وايد نتكلم عن موضوع شو افضل سبلت ونتكلم عن شو افضل اكسرسايز سلكشن شو افضل تمرين تختاره شو افضل تكنيك تسويه شو افضل تمرين يماشي الالياف العضليه هذه كلها امور يعني تراكميا تعطي نتيجه حلوه لكن كله لازم يكون في غلاف واحد غلاف الادهيرنس الاستمراريه بغض النظر عن شو سبلت انت تسوي بغض النظر عن شو تمرين وتكنيك تسوي بغض النظر عن شده تمرينك اذا ما في لو ان شاء الله تسوي أسوأ واكثر تمرين عشوائي في الدنيا بدون ما تحسب بدون ما تثبته ولكن مستمر بتكون في نتيجه فما بالك في استمراريه وفي تطبيق عملي صحيح على ارض الواقع اثنيناتهم مع بعض بتكون نتيجه وايد حلوه فدوم اقول المرتبه الاولى يا شباب ادهيرنس الاستمراريه
في البودكاست الاطافي اللي ما سمع عبد الله الصابر يتكلم عن هالموضوع، قال باي طريقه سبليت تسويه، باي طريقه تمرين تتمرن، باي شيء تسويه بعشوائيه، اذا في ادهيرنس، اذا في استمراريه بتحسن النتيجه. تابعوا البودكاست. وصل 7 كي الحين؟ جود. تمام؟ بيوصل 8 هي. ان شاء الله. ده موصل 8 لعيونك. ليتس جو. بي ار. صح رب الكعبة. بس 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 لا تعزز لي، الله يخليك. ماستر مايند والله مايند مايند بس يعزز. ها معطيه طبلون ليل الشخص نفسه ينفجر، بس ان شاء الله الله يثبتني وما انفجر. يطبل وايد والله، والله يطبل وايد. بس هيز نزل تحت سكي مش فوق تحت. ايوه بيرفكت. يس سكي سكي تحت سكي 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 بيرفكت. جود. جبل العزم مو لازم تروح وزن وايد عالي. يعني السنه الاخيره لعبته ما كان له داعي وايد تحمس عشان 8K فيو، لكن العب تمرين عزم يعني باكثر تكنيك تقدر تكون متحكم فيه مع الديد ستوب عشان فعلا تحس بالمنطقه الفلانيه، لان اسمه تمرين عزل نعزل انجل معين. فالانجل ها عشان تعزله وتكون يعني بس ماسل مايند كونكشن تلعبه بافضل فورم وافضل وزن تقدر تؤدي كل الاعداد بشكل صحيح. هادف نسبيا جاهز. انا بترك انت الميكروفون حق هادف صراحه، انا ما ابي اتكلم. انا عن نفسي انا يعني من جيت البلاد وكنت اشوف هادف يعني از ذا جولدن بوي كلاسيك فيزيك كيد في الامارات، لكن دوم كنت اقول انه اتمنى الانسان يكون تحت ماي جايدنس. الحمد لله شيء صار يعني، والحمد لله الحمد لله الحمد لله يعني الى الان هو نفسه يقول انا ما احس اني هذا الشيء. وانا اقول دوم اقول يعني انت مو بشرط تكون مرتاح نفس هادف، عادي تكون تطبق العلم بعد ما تكون مرتاح، يعني مستصعب الموضوع. كل اندفجول عن اخر يفرق، ولكن البروتوكول اللي كان يمشي عليه هادف مهما كان اللي اسويه الحين بيكون نعمه بالنسبه له، لانه كان جدا قاسي. تمرينه كان بعشوائيه، عدلنا الموبيلتي ماله، ما عنده اي اصابات في الاوف سيزون ماله كامل. الميني كات كان ممتاز، من الميني كات دخلنا على البراب دايركت، عقليته تغيرت، صحته العامه البلد تيست لو اقدر اوريكم اياه الحمد لله وايد ممتاز. هيماتوك ريت عندي كان وايد عالي، ار بي سي كان عنده وايد عالي، الليبيد بروفايل ماله، الكوليسترول كان مشلع فوق وتحت، عدلنا هالامور كلها اللهم لك الحمد. مستوى حاليا جسمه تشوفه تحسه صحي اكثر. ما استخدمنا اي مضادات ارمطه ابدا لان ما نحتاج. الاستروجين از ا فيري جود انابوليك هرمون، وهذا العلم يقول لنا اقل دوز ممكن، ما في اورلز ابدا. المنبهات الوحيده اللي نستخدمها كلامبيوترال، واحتمال نشيله بحكم انه يرفع ستريس قريب البطوله. بس من دخل البطوله انا دوم اقول افضل طريقه تدخل فيها البطوله يسمونها طريقه فيكتور بلاك، يسمي الطريقه هذه انذر دي ان ذا اوفيس، كانه يوم اخر في 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 الجيم. لا تغير وايد، كل ما غيرت عوامل وكل ما لعبت بالعوامل كل ما انت بتتفاجئ بوايد اشياء تتغير بحكم ان اللاعب في بودي فات جدا قليل وحساس لحتى الصوديوم. فيفضل انك تكون جاهز قبلها باسبوع كروز تو ذا شو، هتغير وايد. يمكن في بعض الاشياء مثل ما يقول لك تشيري اون ذا توب، بس على التكه الاخيره
اي اذا احتجنا، بس في الغالب ما بنحتاج شيء ان شاء الله. والحين عندكم الجاينت كيلر عبد الله الحمادي. ليتس جو. في لعيبه طول السنه في ابس، فتركيزي ما يكون على معدتك كمؤشر نشافه، فانا ادور شو المنطقه اللي هي اخر شيء تنشف عنده، وهذا المؤشر عندي اذا نشف المنطقه هاي نشفت معناته الولد شبه خالص. بذياب عندنا الجلوتس وعندنا شو اللور باك، عند الابس تقريبا على مدار السنه طالعين حتى في الاوف سيزون بحكم ان اخذنا اوف سيزون بعين الاعتبار، فانا دوم عيني على الجلوتس وعلى الابس. الحين بذياب خلينا نقول جلوتس حول 70 80% ردي، باقي لنا 7 ايام، فيري ايزي اجيبهم مشرخين ان شاء الله.